السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. شرف هذا الفيديو. عم داروا التخفيض نتاع دبي من 5 دولار حتى 4 دولار في شهر رمضان. كيفاش ندوموندو هذه البطاقة تاع دبي؟ كاين الناس ما يعرفوش كيفاش يدوموندو هذه البطاقة، وكذلك كاين الناس ما يعرفوش يشيو من علي اكسبريس، وكذلك علي بابا، امازون، كثير من المواقع تاع شراء المنتوجات. هذا الفيديو خاصة ببطاقة دبي، داروا التخفيض 4 دولار. دوك نروحوا إلى التطبيق تاع دبي وكيفاش نضمنوا هذه البطاقة. خوتي قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل جرس يصلك جديد. سنعود بعد الفاصل ونواصل. خوتي نروحوا للتطبيق تاع دبي. ها هي. هنا يا خوتي راهم داروا تخفيض نتاع حصول على بطاقة كانت قبل كانت 5 دولار، داروا هذوك 4 دولار في شهر رمضان وخاصة العرب فقط. نجيو هنايا نسحب هذه، ها هي، نكليكو عليها. قال لك هنايا عرض أو عروض شهر رمضان، كاينة بطاقة نتاع 4 دولار وكاينة نتاع 70 دولار. حنا يهمنا في هذا الفيديو نتاع 4 دولار. كليكي عليها خاوتي، ولازم لك تأكيد الهوية باش تقدر تحصل على بطاقة دبي. تجدون الرابط تطبيق أسفل هذا الفيديو، وكذلك الكود حصول على 5 دولار مجانا. عجبكم هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.